بتكليف من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الموارد المائية، وقع سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء اتفاقية مع جامعة الخليج العربي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين للفترة من 2017 وحتى 2030، حيث وقعها بالنيابة عن جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس الجامعة، لتضع الاستراتيجية بشكل علمي ومشترك والأهداف الاستراتيجية والسياسات والبرامج الأساسية المطلوبة لإنشاء نظام متكامل لإدارة موارد المياه يكون مستداما وعادلا وآمنا وذي كفاءة ليساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لمملكة البحرين من خلال مواجهة التحديات المرتبطة بإدارة موارد المياه وبالإصلاحات الجريئة والإبداعية في السياسات المائية الحالية من خلال تبني نهج يعتمد على إشراك أكبر عدد من القطاعات والمستفيدين ذوي العلاقة بالمياه. قمنا اليوم بتوقيع اتفاقية استشارية مع جامعة الخليج العربي، وهذه الاستراتيجية سوف تساعد مجلس الموارد المائية في المحافظة على مصادر المياه وضمان استدامة هذه المصادر للأجيال القادمة، وكذلك سوف تبين الإدارة المتكاملة للمياه في المستقبل. وهذه الاستراتيجية كذلك سوف تكون الاستراتيجية التي سوف تتبعها جميع الجهات المختصة بالمياه في مملكة البحرين لتأكد أن المياه نحافظ عليها ويكون لها استدامة، وخاصة في التحديات التي تواجه مملكة البحرين بالنسبة للمياه، ومنها النمو السكاني والطلب المتزايد والمتسارع على المياه وجفاف الطقس والآثار المترتبة على تغير المناخ، وكذلك عدم الوعي الكافي لترشيد استهلاك المياه. فهذه الاستراتيجية مهمة جداً